السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه، ومرحبا بالناس جداد اللي يلاه انضموا للقناه ديالي. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطاجين ديال السرديل، كيجيك على شكل ورده. الطاجين اللي راقي في المنظر ديالو، كيجي لذيذ بطبيعه الحال. المهم انا اللي شفت هذا الطاجين ديال السرديل مع ديال غير هذه الطريقه، ما تحتاجوش باقي ديروا يعني الكفته الكواري باش تحضروا الطاجين ديال السرديل. خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا مقادير الطريقة التحضير. وإلى عجبكم الفيديو ما تنساش جانب لايك ديالكم والتعليق ديالكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ونبداو على بركة الله. بالنسبة لأول حاجة غنديرها، غادي نقطع هو الأول الخضرة اللي غادي نحتاج باش نستفها في الطاجين في التحت. عندي هنايا خزو، وعندي البطاطا والبصلة، غنقطعهم كاملهم لدوائر يكونوا رقاق. بغيتو ديرو حتى الفلفله تصطفوها يعني في الطاجين في التحت اللي بغيتو. انا غندير غير خزو والبصله والبطاطا. دابا غندوز باش نصيب الشرموله، باش غادي نشرمل الحوت والخضره. عندي هنايا القزبر والمعدنوس، غادي نخلي فيهم شويه للتزيين، نديرو في الطاجين في الاخير. غندير العطريه، عندي هنايا الثومه محكوكه، عندي هنا شويه ديال الهريسه، الهريسه اختياريه. عندي هنا الخرقوم البلدي، عندي شويه ديال البزار والكمون والتحميره. هنا بالنسبه للعطريه يعني غديروا على حساب الكميه ديال السردين اللي غديروا. عندي شويه ديال الملحه، صافي غنخلط مزيان. نزيد شويه ديال الماء، متكتروش بزاف الماء، وغنزيد واحد مطيشه محكوكه، واحد حبه ديال المطيشه حكيتها في الحكاكه الرقيقه. غنخلط مزيان هاد الشرموله، هنايا خديت الطاجين غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، وغنبدا نستف ديك الخضره اللي قطعتها كامله الدوائر. عندي هنا خزو والبصله والبطاطا، بغيتو ديروا حتى الفلفله قطعوها تكون رقيقه وتستفوها حتى هي في التحت. المهم اللي بغيتو يعني كل واحد كيفاش كينصب الطاجين ديال الحوت، اولا بغيتو ديروا غير يعني لاصوص ديال البصله مطيشه واللي تشحروا في الاخير تحطوا عليه الحوت. غندير خزو، غندير البصله، وغندير الباور ديال البطاطا في الاخير. وغادي ناخد ديك الشرموله اللي صايبت في الاول، غادي ندير شويه من فوق الخضره. وهنايا خديت الحوت اللي نقيته وخليته حتى تقطر مزيان، وغادي ندير فيه هاد العطريه في الداخل في الوسط، وغادي نطوي على جوج، يعني كل وحده غادي ندهنها بديك العطريه في الوسط. دابا غنبدا نستف الطاجين بهذا الشكل، حتى ندير دورة ديال السردي بهذه الطريقة. وغنبدا ندير دورة تانية باش تجيني على شكل وردة. الطريقة راها سهلة كما كتلاحظوا، غنستمر بهذه الطريقة حتى كتكمل هاد السردي اللي عندي. وهنايا السردي جاني نيشان مع الطاجين. نتمنى تجربوا السرديل بهذه الطريقه، صراحه كيجي ساهل في طريقه التحضير ديالو. يعني اللي تشهد الطاجين ديال السرديل ما عليها غدير غير هذه الطريقه، ما تحتاجش انك باقي ديري الكفته ديال السرديل باش ديري يعني الطاجين ديال السرديل. هذا هو الشكل ديالو، كما كتلاحظوا كيجي هكايا على شكل ورده، وكيجي راقي في المنظر ديالو. نتمنى تجربوه ويعجبكم. هنا خديت الزيتون مقطع، غادي نديرو هنايا في الوسط. انا بغيتو ديرو الفلفله من الفوق، تقطع
تاعها تكون رقيقه وديروها تطفوها يعني بين هاد السردين اللي بغيتو. لكم الاختيار في الزين، تضيفوا اي حاجه بغيتوها. انا اكتفي بالزيتون وغندير واحد الطريف ديال الحامض وغندير الفلفله الحاره من الفوق وغنضيف ديك العطريه اللي بقات ليا ندير شويه ديال الماء، ما تكثروش الماء بزاف حيت السرديل يعني باقي كيطلق الماء ديالو. انا هنا راه الطاجين ما غاديش نزيد ليه يعني المرقم اللي كيطيب، غير داك الماء اللي غيطلق الحوت صافي هو فاش غادي يطيب. والسرديل راه ضايا كيطيب يعني ما كياخذش هو الوقت بزاف في الطياب. صافي دابا غادي نرد الطاجين ديالي باش يطيب. هنايا راني درت الحديده وغنحط الطاجين ديالي وغادي نخليه على عافيه اللي مهيله حتى كيطيب على خاطرو. هنا الطاجين ملي بدا كيطيب كما كتلاحظوا داك الحوت راه طلق داك الماء ديالو، ويعني هو فاش غادي يطيب هنا راه ما غاديش نزيدو يعني اي مرق واحد اخر، غادي نخليه غير يطيب في ديك المرقه صافي، غير تنقص منه ديك المرقه صافي غادي نحيدو يعني. صافي الطاجين ديالي راه وجد وطاب، راه البطاطا قطعنا رقيقه والخزو حتى هو والسرديل يعني ضيا كيطيب. صافي غنخليه غير شويه. هنايا غادي ندير ليه داك القزبور والمعدنوس من الفوق، غادي نضيف ليه شويه ديال الكمون وشويه ديال البزار من الفوق. صافي وها هو الطاجين ديالي واجد. ملي وجدت الطاجين ديالي هنا خليت فيه شويه ديال المرقة حيت ملي كطفيو عليه باقي كيتشرب ديك المرقة ما كتبقاش كتبان فيه، وهذا هو الشكل ديالو. نتمنى هاد الطاجين اللي شاركت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم هاد الطريقه وتجربوها اكيد وتردوا عليا في التعليق تقولوا لي كيفاش جاتكم، واش عجبكم بعد هاد الطاجين ولا لا. وليت شفت هاد الطاجين ديال السردين معليها دير غير هاد الطريقه اللي ساهله وما تحتاجوش يعني حتى ديروا الكفته ديال السردين، حيت الاغلبيه ديال الناس كيعكزوا غير يديروا الكفته ديال السردين باش يعني يديروا هكا طويجين ديال السردين. هذه طريقه باش تحضروا طويجين اللي ساهل وكيجي لذيذ وكيجي راقي في المنظر ديالو. نتمنى الى عجبكم الفيديو تشجعوني باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم وتبارطاجيو الوصفه مع عائلتكم وحبابكم، وما تنساوش لي لايك وشجعوني بالتعليق ديالكم. بسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفات جديدة. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.